Raise your hand now if you won't make that pledge tonight. ابتسمت المناظرة الجمهورية الأولى بكل الصخب والجو المهرجاني الذي توقعه المراقبون. والفضل يعود للمرشح ورجل الأعمال دونالد ترامب الذي قال إنه لن يلتزم باختيار الناخبين الجمهوريين وقد يترشح كمستقل إن خسر الترشيح الجمهوري. كما دافع عن مواقف مثيرة للجدل اتخذها حول قضايا الهجرة والنساء. ليس لدي وقت للالتزام بالأدب السياسي في الوقت الذي تخسر الولايات المتحدة بالمقارنة مع الصين والمكسيك. المناظرة شهدت أيضا جدلا حادا بين عضو مجلس الشيوخ راند بول وحاكم نيوجيرسي كريس كريستي حول الحريات المدنية، لكن الغالبية العظمى من الانتقادات وجهت إلى أوباما والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأبدى حاكم ولاية فلوريدا جاب بوش والذي يحظى بثاني رتبة شعبية بعد ترامب بعض التردد عندما سئل عن قرار أخيه غزو العراق. جاب قال إن الحرب كانت خطأ، لكنه غير الموضوع بسرعة ليركز على أغلاط الرئيس الحالي. الدرس الذي يجب أن نتعلمه من هذه التجربة أن أوباما هو الذي تخلى عن العراق. ورسم جميع المرشحين عدا راند بول خططهم لسياسة خارجية أكثر اندفاعا. عضو مجلس الشيوخ تيد كروز أعلن أنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس إن أصبح رئيسا، وقال إن أوباما يجب أن يتحلى بنفس الشجاعة التي يتحلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لحرق الأرض. ولم يختلف المرشحون حول رفضهم للاتفاق النووي مع إيران. يجب أن نلغي الاتفاق من اليوم الأول ونعيد العقوبات ونفرض أخرى جديدة. ولا زالت هناك على الأقل 9 مناظرات جمهورية أخرى مجدولة لغاية الآن. أما أداء المرشحين في المناظرات وخاصة الأولى منها فلا يشير بالضرورة إلى حظوظهم في الحصول على الترشيح، فهذا يعتمد أيضا على قدرتهم على جمع التبرعات والحصول على دعم كبار الحزب. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.